مجرد بيان بنوضح ان للمواطن العادي طبق نص الماده 37 من القانون الجزائي الجنائيه انه يضبط اي شخص مرتكب لجريمه في حاله تلبس. حاله التلبس دي معروفه في القانون، واحنا ضربنا امثله بقطع الطرق وتعطيل المواصلات العامه وغلق المصالح الحكوميه، منع الموظفين اداء اعمالهم، تخريب المنشآت سواء بإحراقها وما إلى ذلك. لأن الأحداث اللي حدثت بين أمس أو الأمس فوجئنا بقطع الطرق في أماكن متعددة، فوجئنا بإحراق جريدة الوطن وإحراق مباني رياض الشرطة واتحاد الكرة. ويعني لا يجوز لأحد أن يشكل تنظيم وهذا التنظيم يسعى إلى تطبيق القانون، لأن هناك لدينا مؤسسات وده تداخل في أعمال وظيفة أخرى. وبالتالي إذا هذا لو واحد شكل تنظيم وهذا التنظيم تجاوز قد يصل إلى حد ارتكاب جرائم، قد يصل إلى الإرهاب يعني.